الآخر وأهم الأخبار اليوم في آخر المستجدات لفيروس كورونا الصيني. يتزايد تفاعل العالم يوميا مع مستجدات فيروس كورونا الصيني الذي أصاب أكثر من 4500 إنسان حتى الآن في الصين، توفي منهم أكثر من 100 ضحية. وفيروس كورونا هو عبارة عن عائلة كبيرة من الفيروسات تتضمن الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. هذا الفيروس أثار الكثير من الشائعات اللي بنحاول اليوم تصحيحها في هذه المداخلة مع الدكتور نزار بهبري استشاري الباطنة والأمراض المعدية بمستشفى سليمان فقيه. ومساء الخير دكتور نزار. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. بداية دكتور، نبى نعرف لماذا هذا الفيروس خطير، وأيضا رغم أنه يشبه فيروسات أخرى من نفس السلسلة تقريبا. من يوم ما الفيروس ينتقل بسرعة ويؤدي إلى وفاة ناس أصحاء صغار في السن، يبدأ يسير في حوله كثير من الخوف والهلع. علشان مثلا على سبيل المثال، انت كلمتك رائعه جدا، قلتي في طيب فيروسات كثير، الانفلونزا على سبيل المثال اللي احنا نقول ناخذ مثلا التطعيم. الانفلونزا لما مو الناس اللي يقولوا الانفلونزا هذه اللي تسد الخشم وتسوي الم في الحلق، هذه ما هي انفلونزا. الانفلونزا لما تسبب انفلونزا في الرئه يبدا البني ادم يكح ويصير عنده سخونه، هذه الانفلونزا تؤدي الى وفاه اكثر من 250 الف شخص في السنه. صحيح. بس عشانهم كبار في السن يصير الإعلام وساعد شباب ما حيتكلم عليهم، بس ساعد شباب حيتكلم لما يكونوا في شباب يموتوا بسبب هذا الفيروس. فعلشان كذا لما حضرتك تفضلتي وسألتي قلتي إيش يفرق؟ أول شيء يفرق ويسبب هذا الهلع إنه لما ينتقل الفيروس بسرعة تقوم في 4 أيام تلاقي 1000 شخص انتقلوا. صحيح. هذا فيروس ينتقل بسرعة، ثانيا يؤدي إلى وفاة ناس أصحاء. صح. الكورونا اللي في السعودية اللي لها كم سنة، لما تصيب الشخص نسبة الوفاة 35%. نسبة الوفاة لما تجي للواحد انفلونزا تقريبا 0.7%. فبالتالي الناس والإعلام حينتبهوا كثير للكورونا ويتكلموا فيها وما يتكلموا كثير في الانفلونزا عشان نسبة الوفاة أقل. حلو، يعني نقدر نقول أحد أهم الأسباب لأن هذا الفيروس سريع الانتشار. طب أكثر الإشاعات الآن، اقطعوا كل ما لكم علاقة بالصين حتى البضائع اللي نشتريها، فهل من الممكن دكتور تصحح لنا هذه المعلومة بطريقة علمية؟ طيب أول شيء بنأكد على أنه وزارة الصحة السعودية، علشان في أشخاص يقولوا أنه في كندا وفي أمريكا قالوا إحنا ما إحنا ماخذين شيء من الصين وأوقفوا الضايع. فأول شيء علشان البناية يكون علمي صحيح، الحكومة لم توقف البضايع اللي جات، والدليل إن وزارة الصحة تعاملت التعامل الصحيح العلمي. الناس بيقولوا لا أنت ما تعرف، أفرض إنه في يده كورونا حطها في مثلا لعبة أو شيء وبعدين حطها في الصندوق وبعدين وصلت السعودية في خلال 3 أيام، هل هذه لو مسكها الشخص وحط يده في فمه ولا في أنفه، يعني تعرف يبغى لها واحد يكون عنده كورونا في الصين حط كح ومسك اللعبة بيده، جاءت الكورونا من يده انحطت في اللعبة انتقلت في الصندوق، الصندوق لازم ينتقل في برد لأنه أي شيء أقل من أكثر من 22 تموت الفيروسات، لما تصير في عندنا حرارة أو يصير الجو حار ما نلاقي فيه انفلونزا كثير. فيصير تتطلب إنه اللعبة راحت في برد وإحنا في موسم البراد، وصلت للسعودية، فتح الشخص السعودية اللعبة مسكها بيده بعدين حط يده في فمه أو في أنفه عشان تجيله الكورونا. صحيح. إيش رأيك في هذا كله؟ أكيد طبعاً بالمنطق. طبعا يعني ما راح ينتشر لان الفيروسات تموت اول ما تطلع من الشخص المصاب، فهل فهي يبغى لها متر. فدحين انت يعني قدرنا نفصل كيف يبغى لها تنتقل
من لعبة في الصين من مضاعة أخذناها من الصين للسعودية. في عدة شروط، أول شيء اللي يكون خزنها هناك عنده كورونا وكح وكانت في يده ومسكها، وبعدين انتقلت لازم تنتقل في برد، وبعدين وصلت هنا اللي فتح العلبة مسك اللعبة وبنفس يده أخذ الكورونا وما غسل يده حطها على القشرة. أوكي فهمنا، وكذا ممكن تنتشر دكتور نزار. احتمال يعني ما تموت الفيروسات، ما تموت أول ما تطلع من الشخص المصاب. إذا كانت لا من يوم ما تطلع من الشخص المصاب، الله ينور عليك، من يوم ما تطلع من الشخص المصاب إذا كنت على بعد أكثر من متر ما تنتقل لك. يعني لو واحد مصاب وكح في وجهك يقوم اللي ينقل الفيروس هو الرذاذ، فلازم تكون في أقل من متر، لأنه لو كنت أبعد من متر حطيح في الأرض وتموت. صحيح، وهذا اللي يمكن شفناه مقاطع منتشرة كثير لأشخاص يسقطوا فجأة، فيرجح أنها من الصين. طب مشكلة بمثل هذا الحجم الكبير دكتور نزار، كيف يمكن السيطرة عليها، وخصوصا أنها في بلد مثل الصين، وكلنا صحينا اليوم على خبر أيضا تم تسجيل حالة إصابة شخص بفيروس كورونا في دولة الإمارات. الله يحفظ أهلنا في الإمارات. جاي من فين طيب؟ من الصين. غلط، يعني احنا دحين خلونا نكون واقعيين، صح؟ صح للاسف، يعني احنا دحين بنتكلم ما هو حيجينا طاير. الاول حاله كانت في الصين في نفس المدينه جات، شوفوا بالله الصين، احنا احنا في جده في جده في 4 مليون، صح؟ صح. لما صارت الكورونا هذيك اللي قبل 2015 لما انتشرت هنا في جده، تخيلي لو احنا قلنا للأربعة مليون انتوا حتجلسوا في غرفكم في البيت ما عاد تحتكوا بعض عشان نقدر نسيطر على الكورونا، شوف الصين ايش راح تسوي. هذيك المدينه حصروا كم؟ 16 مليون في بيوتهم، قالوا للناس اجلسوا في بيوتهم، جلسوا في بيوتهم. علشان الانتشار يعتمد على ايش؟ انه هذا اللي جاي من الصين يكح في وجهك في اقل من متر. اتفقنا؟ اتفقنا. فيصير احنا لازم نعرف ان الانتشار يتم عن الاشخاص القادمين من الصين. صحيح. فانت لما تجي وتقول ما يعني انا اعرف وين ينتقل، بس احنا نسينا الكورونا اللي عندنا طيب في السعوديه؟ ما نسينا، ما هي موجوده. انت دحين خايف من اللي جاي من الصين، نسيت حقتنا؟ ولكن دكتور نزار تم القضاء عليها، وفي الفترة الأخيرة لم يتم تسجيل أي عدد من الحالات المصابين بفيروس كورونا. الانتشار هو دائما حقها، الانتشار حقها هو فبراير ومارس الشهور الجاية. الله يستر علينا جميعا، وشكرا لك دكتور نزار باهبري على هذا التوضيح، والله يعافينا جميعا والله يبعدنا عن هذه الفيروسات. خلونا مشاهدينا مع بعض نروح وننتقل.